السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي التلاميذ المستوى الثاني ابتدائي، معكم الأستاذة هدى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة جيدة. إذا حصة اليوم مخصصة لدعم الدرسين العمليات الحسابية مسائل والأشكال الهندسية 3. كنت قد طلبت منكم سابقا إنجاز التمرين الأول الذي يتحدث عن المسألة. أقرأ لكم هذه المسألة. في موقف عمومي للسيارات 6 صفوف، يسع كل صف ل 12 سيارة. أحسب عدد السيارات التي يسعها هذا الموقف العمومي عندما يكون مملوءا. بالنسبة للتمرين الثاني، طلبت منكم أن تكملون رسم المربع. أما بالنسبة للتمرين الثالث، فسوف تقومون برسم مستطيلا طول ضلعه الكبير 8 سنتيمتر وطول ضلعه الصغير 5 سنتيمتر. ونبدأ التصحيح بالتمرين الأول. في موقف عمومي للسيارات 6 صفوف، يسع كل صف 12 سيارة. أحسب عدد السيارات التي يسعها هذا الموقف العمومي عندما يكون مملوءا. إذن أولا، للإجابة عن المسألة ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نقوم بتحديد المعطيات الأساسية. إذن ما هي المعطيات الأساسية في هذه المسألة؟ المعطيات الأساسية هي 6 صفوف و 12 سيارة، كل صف يسع إلى 12 سيارة. إذن هذا أيضا معطى أساسي. إذن قلنا في كل صف لدينا 12 سيارة. نحن كم لدينا من صفوف؟ لدينا 6 صفوف. إذن الصف الأول 12، الصف الثاني 12، الصف الثالث 12، وهكذا إلى أن نصل إلى 6. إذن 6 صفوف، كل صف به 12 سيارة. 12 سيارة كم سوف تتكرر من مرة؟ سوف تتكرر 6 مرات، لأنه لدينا 6 صفوف. نحن عندما نتحدث عن التكرار نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن عملية الضرب. إذن نكتب 12 في 6، نقوم بالحساب. 6 في 2 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد بجانب العملية. 6 في 1 6 وأضيف 1 الاحتفاظ يساوي 7. إذن نكتب صيغة الجواب. عدد السيارات التي يسعها هذا الموقف العمومي هي 72 سيارة. ننتقل الآن لتصحيح التمرين الثاني. أكمل رسم المربع. إذن عند إنشائنا للمربع يجب أن نتذكر ماذا؟ يجب أن نتذكر الخصائص الأساسية للمربع، التي هي عبارة عن 4 أضلاع متقايسة، 4 رؤوس، و4 زوايا قائمة. إذن عند إنشائنا للمربع نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المزوات، لأن قلنا للمربع 4 زوايا قائمة، وبالتالي سوف نحتاج إلى المزوات لرسم المربع. إذن نضع المزوات بحيث الضلع الصغير للمزوات متطابق مع الخط، أو متطابق مع الضلع الأول المرسوم. ثم نرسم بعد ذلك الضلع الثاني بحيث يحمل نفس قياس الضلع الأول. الضلع الثاني الذي قمنا برسمه يحمل نفس قياس الضلع الأول. إذن بعد أن رسمنا الضلع الثاني، نضع أيضا المزوات متطابقة مع الضلع الثاني بحيث الضلع الصغير للمزوات متطابق مع الضلع الثاني. ثم نرسم الضلع الثالث وأيضا يحمل نفس قياس الضلع الأول و الثاني. إذن بعد أن رسمنا 3 أضلاع، نقوم بإغلاق المربع إما باستعمال المزوات أو المسطرة. هكذا. إذن قلنا بأن للمربع 4 أضلاع متقايسة و4 رؤوس و4 زوايا قائمة. ننتقل الآن لتصحيح التمرين الثالث. أرسم مستطيلا طول ضلعه الكبير 8 سنتيمتر وطول ضلعه الصغير 5 سنتيمتر. قلنا بأن للمستطيل الأضلاع المتقابلة متقايسة، وأيضا لديه 4 زوايا قائمة. إذن نبدأ الآن إنشاء المستطيل. إذن قلنا نصحح التمرين الثالث. إذن بالنسبة للمستطيل الضلع الكبير قلنا يساوي 8 سنتيمتر. إذن أولا أقوم برسم الضلع الكبير، قياسه 8 سنتيمتر. إذن بعد أن رسمت الضلع الكبير قياسه 8 سنتيمتر، أضع الضلع الصغير للمزوات متطابق مع الخط أو مع الضلع الأول الذي رسمته
بحيث نقوم برسم الضلع الثاني. الضلع الثاني كم قلنا قياسه؟ قياسه 5 سنتيمتر. إذن أرسم الضلع الثاني قياسه 5 سنتيمتر. إذن أكمل إنشاء المستطيل. دائما الضلع الصغير للمزوات متطابق مع الخط. إذن هذا الضلع كم سوف يكون قياسه؟ قلنا بأن للمستطيل الأضلاع المتقابلة متقايسة، إذن هذا الضلع سوف يكون قياسه 8 سنتيمتر. ثم بعد ذلك نقوم بإغلاق المستطيل، إما بإغلاقه باستعمال المزود أو المسطرة. إذن هكذا قمنا برسم المستطيل. قلنا بأن الضلع الأول قياسه 8 سنتيمتر، أو الضلع الكبير. الضلع الصغير قياسه 5 سنتيمتر. إذن هذا الضلع مقابل لهذا الضلع، إذن يحمل نفس القياس 8 سنتيمتر. هذا الضلع مقابل لهذا الضلع قياسه 5 سنتيمتر. وقلنا أيضا للمستطيل 4 زوايا قائمة. إذن هذا هو التصحيح للتمرين الثالث. إذن أحبائي، إلى هنا تكون الحصة انتهت. شكرا جزيلا على حسن تتبعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.